العلاقات ديال ثالث ماغازان ديالنا ديال نيو بالانس في المغرب، اللي هو ثاني ماغازان في الدار البيضاء، ومن بعد الدار البيضاء في موروكو مول وديال مراكش في البلازا. المغازان ديال نيو بالانس اليوم ان فيت كيقدم واحد ليكسبيريونس كليون للناس اللي غادي يجيو ولا المستهلك، باش يقدر يدير باش يعطي عروض بالنسبه للناس اللي باغيين يمارسوا الرياضات كالجري مثلا ولا ترينينغ، اولا الناس اللي باغيين غير يلبسوا الحوايج ديال 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 نيو بالانس باش يخرجوا بهم ولا يتمشاو. دونك حنايا فخورين كذلك بالانطلاقه ديال ابتداء من اليوم ديال نيو بالانس رانينغ كلوب، اللي هو كلوب بالنسبه للناس اللي باغيين يجريو ويمارسوا رياضه الجري، مع جوج ديال لي زومباسادور ديالنا اللي هما فدوى الفاسي ونصر بن عبد الجليل، اللي غادي يقدموا واحد لو بروغرام ديال 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 لو بروغرام على مدى الشهر الكامل، باش الناس يقدروا يتقيدوا ويمشيو يجريو في بزاف ديال الاماكن في الدار البيضاء. يكون حنايا ديما على الاستماع ديال المستهلك، وضروري غادي نقدموا عروض بالنسبه للناس اللي المستهلكين ديالنا وبالنسبه للناس اللي تيجيو يشريو من عند نيو بالانس. هذا حاجه عاجله وضروري ما غادي نديروا شي حوايج للمستهلكين ديالنا وباش نفكروا فيهم ونقولوا لهم بان حتى حنا راه تنفكروا فيهم.